خلل في القبة الحديدية الإسرائيلية، والنتيجة سقوط أجزاء من صاروخ اعتراضي في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب. تلك خلاصة شريط فيديو تناقلته عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. بحسب NBC نيوز الأمريكية، فإن عطلاً في القبة الحديدية أدى إلى تحطم أجزاء من صاروخ اعتراضي في إسرائيل. تنقل الشبكة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تفاصيل الحادثة قائلاً إن صاروخاً اعتراضياً تم إطلاقه بعد انطلاق صواريخ من قطاع غزة، ولكن بسبب عطل فني سقطت أجزاء من الصاروخ على الأراضي الإسرائيلية دون تسجيل إصابات، بينما ما يزال الأمر قيد التحقيق. تعيد هذه الحادثة إلى الواجهة نقاشاً حول دقة ومكامن الخلل فيما تعتبرها إسرائيل واحدة من أهم منظومات الدفاع الصاروخي، وهي واحدة من ضمن أنظمة أخرى كمقلاع داوود وآرو 3 المستخدمة للصواريخ الأبعد مدى. وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن نسبة نجاح الاعتراض لدى منظومة القبة الحديدية تتجاوز 95%، لكن هذه الأرقام تظل مثار نقاش لدى عدد من الخبراء العسكريين بعد سقوط صواريخ الفصائل الفلسطينية على عدد من البلدات والمدن الإسرائيلية، ما جعل التساؤلات تتصاعد حول النسبة الحقيقية لنجاح الاعتراض، بالإضافة إلى ما يثار حول الكلفة الكبيرة التي يتطلبها اعتراض هذه الصواريخ القادمة من قطاع غزة.